ملعوبة على القائم البعيد، والهدف الأول هنا، الهدف الأول يسجل عن طريق اللاعب جيوباني سيميوني. إيه الإثارة وإيه المتعة، الإثارة وإيه المتعة في هذه اللقطة. الهدف الأول بيسجله جيوباني سيميوني بعد مرور 9 دقائق اتعملت حلوة قوي كبارة سيخيليا. المباراة وصل للانطلاقة مرة ثانية إبراهيم دياز، رودريجو، التعادل، التعادل العادل أمامنا ياتي، التعادل أمامنا هنا، لم يهنأ نابولي بهدف التقدم اللي سجل عن طريق اللاعب جيوباني سيميوني الأرجنتيني، ويظهر أمامنا هنا البرازيلي رودريجو، رودريجو على طول ألابا، كرة حلوة قوي بيلينجهام، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني هذه اللمسة، ويسجل في رابع مباراة، يسجل 4 أهداف مع فريق نادي ريال مدريد. نادي أمامنا أنجيسا، المحاولات، نادي نابولي بدأ بقوة، بدأ بقوة الشوط الأول وبدأ بقوة الشوط الثاني. المرة دي أمامنا الكاميروني يطلق صاروخ، كان عنده هدف في مرمى ريد ليفربول. مرور حلو قوي وتسديدة يا ولد، يا الأرجنتيني الشاب، مولد لاعب جديد أمامنا هنا. أدي ريال مدريد، ريال مدريد نهر لا ينضب من المهارات والمواهب، والمرة دي الأرجنتيني ابن ال 18 عام، والمرة دي يخدع، ما توقعهاش أليكس ميريت اللي أمامنا هو كأنه صاحب الكورة يلعب، يا على جمالها بقى، اوعى تضيع المرة دي، اوعى تضيع المرة دي، المرة دي أخيرا بيلينجهام اديها له مقشرة، قال له يا راجل روح سجل، وهو بيسجل بص شوف بيلينجهام ولكن هدف أخيرا يسجل أمامنا اللاعب فوزلو. الله على فينيسيوس يتقدم حتى الله، الرقم 7 في مدريد، يعني الرقم 1، يعني أن تكون قائد المشروع، يعني أن تتقدم صفوفنا. رودريجو، ريال مدريد ينفجر، بيلعب لك كرة مستحيلة يا ريال، مستحيلة يا ريال، ذهبت الحكومة وبقيت سعادة شعبية فيني وبقيت. وصلت إلى بدري، فران تورس، الله، متابعة ليفا، تصويبة يا رب، ضاعت. البرسا يريد أن يقف، يا ليفا يا ليفا، يقولون الشجرة القوية. عرضية لكن روديغار، كل كرة تصويبة، مستحيل يا رب، لم يعد ما يكفي من الذخيرة، فلتكن الضحية قيمة، فلتكن الرصاصة الجهة اليمنى فيها تمريرة جواميني، والكرة العرضية رأسية، الكرة إلى ركلة جزاء، ركلة جزاء، ماذا نشاهد الآن؟ أراوخو وكارت أصفر، فيني سيتقدم من علامة الجزاء، فينيسيوس، الله، لم يكن رجل المناسبة بل المناسبة بأكملها، استلم فينيسيوس، مرة بيلينجهام، رودريجو يا رب، في الريال لا يحتاجون إلى مهاجم، لديهم الكثير من الأسلحة، أحدها رودريجو، رجل المناسبات الخاصة، واللحظة لكنها تريد يا رب، تأتي الآن، مستحيل يا ريال. همسة عادت بعد ذلك، تشواميني من بعيد قوية، الله، الرقم 18 أراد أن يرسل شيئا، حكم المباراة لا يريد أيضا، صافرة تأتي. ريال مدريد
جولو انطلقات امامنا فينيسيوس، قوه الضربه تعود فينيسيوس يا ولد، القوه الضربه تعود وهيسجل فينيسيوس اول كوره للبرازيلي امامنا، بيعود امامنا هنا فينيسيوس برقم 7، رقم ارتدى راؤول وارتدى كذلك ايضا هازارد ونجوم واسماء كبيره المباراه. تمريره حلوه يا ولد لبيلينغهام، الثاني التمريره ايه والمراوغه ايه ولا ايه. ريال مدريد دائما وابدا يعطيك المتعه ويصنع دائما الاصفاي. فينيسيوس بص فينيسيوس يا ولد تمريره فينيسيوس في الشمال، رودريجو في اليمين، عدى من كوتو فينيسيوس والفولو والمتابعه. ماذا يصنع فينيسيوس؟ والتاريخ يفخر بريال مدريد بما يقدمه. رودريجو البحث على ابراهيم دياز، رودريجو طبع يا ولد على المهار. أربعة أنشيلوتي سعيد لأن نجوم الريال النهاردة في الموعد. كرة قطعت من يان كوتو البرازيلي، انطلق في مشوار الشامبيونز، الطريق إلى وامبلي والهدف الأول للسيتيزنز. خطأ قاتل من لونين وبرناردو سيلفا جولادور، 1-0 للمان سيتي، مفاجأة كبرى وانطلاقة صادمة أخرى في الدوري وربحها 4-2. يتقدم كامافينجا، يشوت كامو، جول للمرينجي، جول للمرينجي. أي مباراة، أي عنوان لربع نهائي الأبطال، أي كورة، أي سحر، أي أثر، أي تأثير. أضرب يا كامافينجا، رودريجو جول مشروع الكره الثاني، خش يدخل داخل تيليه، 2 المرينجي، 1 المان سيتي. مش ممكن ماتش مهبور، مش ممكن ماتش مجنون. شكرا يا لونين، هدفك شعل القمه. الكره تتهيا، الكره تتحذر في فودان، وجول جول كجولاسو يا فودان، كجولاسو يا فيل. اللي ضيع يقبل وفودان يعيد مانشستر سيتي. جريليتش، سبحان الله، في لحظة قلت رغم الأداء السيء ما تعرفش تولي 3-2. ولات 3-2. غفارديول من اليسار، غفارديول بيسرى، غفارديول بأقصى مداره، يحط الكرة في شباك لونين. 3 لوكا يمشي بالكرة لريال مدريد، وهدف الثالث. تاريخ يا فالفيردي، وكرة من فالفيردي بطريقة العادات الأوروغوانية. مش ممكن، جولاسو عالمي، مش ممكن. العام الماضي قال لهم غيروا لي الفندق، ممكن يخسر اليوم لأجل اللقب. والهدف الأول، 1-0 عن طريق الفريق الكتالوني كريس. كريستنسن يطلع فوق الجميع ويوجه الضربة الأولى في لونين. الليلة قد أكون فينيسيوس والتير، الألماني والبرازيلي يمشي ويحط الكرة، تعادل، جول. التعادل من البرازيلي في هدفه رقم 13 في هذا السيزون. يلعب الكرة عن طريق اليمين، يا مالي، شوف كرة حلوة، مش معقول. الهدف الثاني للفريق الكتالوني، يشعل اللقاء وتشعل البطولة عن طريق فيرمين، عن طريق بديل كريستنسن. كرة ممتازة من فيردي، حل على الكروار، يمشي في الرواق، يلعب عرضية خطيرة، وهدف التعادل المرينجي، هدف التعادل لريال مدريد. المدريد لا يستسلم. أنا لوكاس، أنا فاسكيز، أنا السيجوندو ديل ريال مدريد. كرة خطيرة، الريال في الأخيرة خطيرة، خوسيه مش يحطها في الجيب، جول. رسميا الريال كامبيون ديال الليغا. جود بيلينغهام شاد عليكم الزمن بنجم الإنجليزي، يسجل البيلينغهام من اليسار، كرة شقت.